نزلت البرازيلي دي كانت ب26 وب27 و28، النهارده الفراخ ب33 جنيه زادت. ولعت اللي بياكل الفراخ الصحيه دي ما بياكلش المجمد خالص، فما تاثرتش بالموضوع ده عشان الناس المجمده طول عمرها موجوده. الفراخ اقول لك البرازيلي دلوقتي بيحصل فيها ايه؟ نسبه مثلا 70% منها بيروح مطاعم ان ما كانش عن طريق المطعم نفسه بيبقى عن طريق تجار الفراخ بيروحوا ياخدوها ويقطعوها او يخلوها من العظم ويعملوها اشتح شاورما وكلام. فنسبه 70% منها دلوقتي بيروح مطاعم والناس ما تحسش بقى، الناس تاكل. فالمناطق الشعبيه المحلات اللي فيها كلها شغاله على المطاعم. دي فراخ اصلا اتجابت مركونه في الثلاجات بقى لها سنه، مركونه في الثلاجات بقى لها 10 شهور. مش هو ده اللي حصل؟ يعني ما في طريقه اسلاميه ولا في حاجه، يعني فرخه دخلت المكنه اتذبحت اوتوماتيك وتعبت تمام؟ وجت اترمت هنا للناس، ناس كتير قوي بتستحرم ده. ناس كتير قوي ما تعرفش تاكل ده. ما كانش الحاجه هو متاكد ان هي حلال مش هياكلها. شاورما بس انا خايفه تكون دي من فراخ البرازيل بصراحه. لا لا كل الفراخ اللي عندنا في الشاورما ما بتجيبش غير هي المجمده؟ لا 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 مفيش، ما ينفعش الشاورما المجمده. اشمعنى بقى؟ لان الشاورما عندنا بتقعد تطول على السيخ، فلو جبت مجمده هتضرب مني. حضرتك ما جبتيها لقيتيها كويسه؟ جميله، لان ليها مواد الصلاحيه مكتوبه على الكرتونه عندهم. بس هي مش ارخص كده من الفراخ العاديه؟ كتير كتير. طب ايه الفكره ان هي تبقى ارخص كده بقى؟ ما خفتيش تكون مش حلوه؟ انت على الله بقى. الا والله جميله، اصلا الكرتونه مكتوب عليها مده الصلاحيه، ومحل زي ده ما يقدرش يجيب فراخ فاسده يبيعها، لان كل كام يوم بيعدوا التومين يبص عليهم وعلى حاجتهم. والجمعيه برضو بتبيعها، برضو الجمعيه دي تبع يعني حكومه. والعربيات اللي في الشوارع دي؟ والعربيات دي برضو حكومه.